القضيه ديال الغبر الاسود في مدينه المحمديه اليوم كنجيو كنتفاجئوا بان المنتخبين اللي واخدين على العاتق ديالهم المسؤوليه ديال تدبير الشان المحلي على اساس باش هما اللي يدرجوها كنقطه في جدول الاعمال في الجامعه كيستدعيو المجتمع. اليوم كنلقاو تناقض، كيستدعيو المجتمع المدني تعالوا نديروا وقفه باش تفيدنا هذه الوقفه هذه، مع العلم بان المجلس الجماعي اللي هو مخول له قانونيا على اساس يا اما يرفع دعوه قضائيه ويجيب خبير ويجي ويشوفوا هذا الغبر الاسود شنو هو السبب ديالو. اليوم كيعتبروا المجتمع المدني في مدينه المحمديه بحال قلتي مجتمع مدني عياشه بهذا المعنى هذا. انا حضرت الوقفه الاحتجاجيه ديال الوقفات بجوج ديال اللي نظمها السي خي بابا في البارك، واللي نظموها ساكنه المحمديه في الدخله ديال المقر ديال لا سونترال تيرميك ديال لوانو اللي كاينه في الدخله ديال المحمديه. هذا المشكل هذا مشكل بيئي زعما تيك خطير جدا. حنايا دابا اليوم علاش دابا وقفنا على هذا الشيء؟ العام اللي حتى تيجي دابا في الشتاء ما تيكونش مشكل، حيت هذوك لي سونترال ديال الاخر عندهم هما سونترال اللي على بالي، كاين سونترال ديال الفيول وكاين سونترال ديال الشابون. هذيك سونترال ديال الشابون نورمالمون ما خصهاش تخدم نهائيا. اللي على بالي هو كاين واحد الاتفاقيه ديال هاد لا سونترال هادي، قبل كانت هي بوحدها، هذا واحد 20 عام حيدوها وبناو هاد الفيول باش ما يبقاش. دابا كما الطلب ولا غادي في الصيف الناس مع هادشي ديال مع هادشي ديال الكليماتيزور هادشي الاخر، ولات الطلب كثير ديال لا كونسوماسيون ديال الانرجي ديال الضوء. دونك اوتوماتيكمون هادوك ديال الفيول ما تيقدوش يعطيو لا كونتيتي سوفيزون ديال الانرجي تيخدموا هذاك ديال الشابون اللي نورمالمون ما خصهمش يخدموها. سي بور سا دابا تلقاو هذا الشيء كيما تيقرب الصيف وفي الصيف. كجمعيه كتشتغل في المجال البيئي منذ سنوات، كنلاحظوا منذ عقود كاين الغبر الاسود في مدينه المحمديه كمدينه القنيطره، يعني لي سونترال تيرميك، لان كاين جوج ديال الشوديرات، وحده ديال الفيول وحده ديال الشاربون. هذيك ديال الشاربون في المدخنه ديالها كتلوح هذا الغبر الاسود، وهذه واحد 10 سنوات. تزادوا مصانع اخرى ضخمه ديال صناعه الصرب اللي حتى هي كتلوح دخان غير قانوني او خارج لي نورم. و لا استراتيجي ديال البلاد يعني ان هذيك المحطه الحراريه ما يمكنش تحيدها، لان كتغطي واحد المسافه كبيره او واحد الساكنه كبيره في المحمديه، ولكن خاصها تحترم المعايير البيئيه. الغبار الاسود هو نتيجه ديال واحد الازمه ماليه، بعدا باش نهضروا بصراحه، ازمه ماليه خلقه ازمه بيئيه صحيه حقيقيه. شنو المعنى ديال هذا الكلام اللي تنقول؟ لوينو او لوين او او من بعد الصيغه الجديده اللي كيتراسها السي علي الفاسي الفهري لانتاج الطاقه المحمديه فيها 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 اون سونترال تيرميك اللي كتعطي الطاقه لواحد الثلث وقيله ديال 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 المغرب او اقل بشي شويه. لانتاج الطاقه وانتم تتعرفوا الظروف الماليه اللي عند المؤسسه هذه واحد 3 سنين كان تقرير على انها منظمه مؤسسه مفلسه، لدرجه ان الحكومه بن كيران زادت في الماء والضوء باش لانقاذ هذه المؤسسه. هذه المؤسسه كدير واحد المبادرات او كتستعمل بعض الاشياء باش يمكن لها تتحكم في الماليه ديالها. شنو هي؟ انه تتحرق الشربون اللي هو دو موفيز كاليتي وكتخلطوا بمواد كومبوستيبل باش تعطي توليد طاقه اكثر، عوض ما تستعمل طاقات اخرى اللي هي غاليه كالفيول مثلا. هادشي تيخلف هاد الضرر اللي تنشوفو المحمديه وقنيطره في المغرب، جوج المدن اللي فيهم هاد المشكله. هذا المشكل اللي ديتكتابل عرفناه منين. شنو خاص دابا؟ تيخص قرار سياسي من اعلى المستويات، تيخص الناس المحمديه اولا يديروا مبادرات. كاينه مبادرات محتشمه مع كامل الاسف، كاينه مبادرات محتشمه. انا سبق لي طرحت هذا الموضوع في البرلمان، ولكن الحقيقه تقال اليوم المؤسسات في هذا الجانب ما بقوش كيعطيو حتى نتيجه. انا تكلمت مع الوزير السابق عماره وطرحت له اسئله ومشيت عنده وصيفت اللجنه، واللجنه عطات تقرير
ولكن هذا الشيء راه عام وباقي الغبار الاسود تيطي على المحمديه. اليوم المحمديه من غير لوينو راه واحد القنبله بيئيه. انايا ك كساكن محمديه انايا جميع الاحتجاجات غادي نوقف فيهم. كمسؤول في الجماعه درنا نقطه في الدوره ان شاء الله الخميس 18 ماي باش نستدعيو الناس المسؤولين ديال هذه الشركه هذه يجيو يحضروا ويعطيونا شنو هو الحل لهذا المشكل هذا. ثالثا رئيس الحكومه علمناه وخبرناه بهذا المشكل هذا وعطانا الوعد بلي غادي يوقف حتى هو معنا في هذا المشكل هذا. رابعا الوزير حتى هو ديال المعادن حتى هو دابا علمناه وحتى هو ان شاء الله تنشوفوا دابا علمنا جميع الجهات المعنيه بالامر. دابا خاص غير كومون دير خاص هاد الشركه هذه هي اللي تعطينا شنو هو الحل باش نحلوا هذا المشكل حيت المشكل عندنا في المحمديه. اسمح لي كما تشوف هذاك الشيء في الصباح داك الغبار الاسود هذاك الشيء تتنفسوا راه سي دونجور للساكنه لولادنا وعائلتنا وهذا الشيء.